انا همي من الفيديو هذا يا ابو عاصم اني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وانت خلف الكاميرا بصراحه مبدع، يعني تتعب تطلع شيء محتوى على قولهم له فائده تراث. يعني انا يمكن ماني عايش في المدينه او ماني عايش ازور المدينه، صرت اتابع رائد الاحمدي صرت والله ما هي مجامله، قسما بالله مو عشان الكاميرا، الله يسلمك، وقسما بالله ما هي عشان الكاميرا، الرجل هذا يعجز الواحد ايش يقول عنه، يعني لاهتمامه ولعمله ولتصويره ولمحتواه اللي يشرح الصدر، يعني شيء تقعد تتابعه وتتابع شيء زي الناس. فانا من يعني من خلال الفيديو هذا اشكر رائد الاحمدي ابو عاصم. انا بالنسبه لي يعني يا جماعه سامعوني ترى والله شهادتي فيه مجروحه لاني احبه على المستوى الشخصي، الله يسعدك قسما بالله ما والله شهاده اعتز فيها، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك ابو عاصم، والله ما هي وانا بدونكم ولا شيء، انتم اكبر داعمين لي قسما بالله، انت كل شيء، واسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، واسال الله ان العالم كلها تدعمك، لانه محتواك محتواك التصويري ومحتواك الداخلي ومحتواك العملي مع الناس تتعب وتنجز، وعلى قول السوريين من تم ساكت، والله العظيم من تم ساكت ولا كلمة، وبخلق مع الناس يبتسم، في ناس يقبل يتصور في ناس ما يقبل يتصور، وانت تقابلهم بابتسامة تقابلهم بروح طيبة، محتوى جيد محتوى طيب، يسعد علي الله ما هي مجاملة ولا عشان الفيديو ابو عاصم، وانت عارف ان شاء الله نكون عند حسن ظنك وان شاء الله يا رب، قسما بالله ان شاء الله، يعني هذا شيء اتاكد منه انا كذلك احسبك والله حسيبك انك انت عند الثقه واكثر من الثقه. انا ما اتابع ترى على فكره، ما اتابع فيديوهات، صرت اتابع رائد الاحمدي ومع اني اعجز عن تشجيعه في نفس الفيديوهات او المشاركه لاني يعني ما عندي خلفيه فيها، ولكن ما اقدر، هذه تكفي كلماتك هذه تكفي ما اقدر اعجز بلساني، ما اقدر اعجز كلمه حق والله ما يمجامله عشان الكاميرا ولا عشان التصوير، انت رجل تستاهل. واختام كلامي اني اسال الله سبحانه وتعالى العلي القدير لك التوفيق ابو عاصم والبركه والصحه وفي الولد وفي المال، انت واللي يرونا ويسمعونا اجمعين، وشكرا وغطنا عليك، وانت لو بنشكرك يبغالنا فيديوهات يا ابو عاصم، الله يسعدك، غير انه انا شهادتي فيك مجروحه لاني احبك في الله واسال الله لك التوفيق، احبك والله اللي احببتنا، الله يجزاك خير.